وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا عبد العزيز. بداية، هل تعتقد بأن الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول هو ما يميل له الدولار الأمريكي للوصول لمستهدف التضخم عند 2%؟ أعتقد الفدرال الأمريكي ملتزم أكثر بالبيانات الاقتصادية التي قد تصدر، وهو التركيز الأكبر من قبل الفدرالي، لأن البيانات حتى الآن بالنسبة لمستويات التضخم تمنع من التوجه نحو تقليصات أسعار الفائدة بشكل سريع. فبعد أن كان عندنا مع بداية السنة 3 مرات توقعات بأن 3 مرات تقليصات أسعار الفائدة، ربما نقترب أكثر إلى 2 أو حتى 1 فقط، ولكن من الصعب جدا الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول من قبل الفدرالي، لأن ذلك سيضر بلا شك بالناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الأمريكي، وهذا أمر لا يريد الفدرالي أن يفرط به بعد أن كان هناك أداء إيجابي جدا للاقتصاد الأمريكي بشكل عام. نعم سيد رائد، فيما أيضا إضافة لما ذكرت أيضا الإبقاء على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة والدولار القوي بشكل عام يضغط كذلك على مستويات الدين العالمي المرتفعة أصلا والأسواق الناشئة، برأيك كيف سيكون أثر ذلك على هذه الأسواق؟ يعني إذا تحدثنا نحن عن أسعار فائدة أقل ربما في المستقبل، نحن نتحدث عن تكاليف اقتراض أقل بالنسبة لهذه الدول، بالنسبة للاقتصادات الناشئة وبالنسبة للأعمال التجارية كذلك الأمر، فذلك قد يرفع حتى من مستويات الاستدانة في الفترة القادمة. كلما كانت الأسعار الفائدة مرتفعة سوف يضغط ذلك على أداء هذه الاقتصادات، ومن ثم على كيفية الأداء بواجب الدين، أو حتى ربما يكون ضغط تكلفة الاقتراض كبيرا للدرجة التي تحد من مستويات النمو بشكل كبير. بالتالي تسهيل الاقتراض في الفترة القادمة ربما يساهم بدعم الاقتصادات الناشئة بطريقة أو بأخرى، وأيضا سيساهم بدفع الأموال مرة أخرى من الاقتصادات المتقدمة نحو الاقتصادات الناشئة بحثا عن عوائد أعلى من تلك التي توفرها الدول المتقدمة التي تعطي أسعار فائدة أعلى، وبالتأكيد نشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الوقت الحالي. بالتالي سيد رائد، هل من الممكن أن نشاهد تكرار السيناريو حدث لبعض الدول مثل سريلانكا مؤخرا؟ هل من الممكن أن نشاهد ذلك في حال استمرت أسعار الفائدة بمستويات مرتفعة؟ أعتقد بشكل كبير جدا، لأنه أنت عم تضغط على تكلفة الاقتراض بالنسبة لهم، وبالتالي على يؤثر ذلك على مقدرتهم على السداد، وأيضا مقدرتهم على التعامل مع خدمة الدين أو دفع الفوائد المرتبطة بها. هذا سوف يؤثر على أداء الاقتصادات الناشئة إذا ما بقيت أسعار الفائدة بشكل كبير جدا، لسبب رئيسي: أولا نزوح الأموال نحو تلك الدول التي تقدم فوائد أعلى وفي نفس الوقت أمان أكثر، وثانيا أنه يكون في عنا تكلفة الاقتراض على هذه الدول الناشئة تكون كبيرة جدا. بالتالي بلا شك أسعار فائدة أقل في المستقبل سوف تقلل من الضغط على الاقتصادات الناشئة. نعم، أنتقل للحديث عن الذهب بشأن مسار أسعار الفائدة. هل تتوقع أن يتجه أو يواجه الذهب ضغوط أكثر؟ ما هي النقاط التي قد يتجه لها الذهب؟ حاليا هو تحت الضغط، نحن شفنا حاول يواصل يضغط أكثر تحت مستويات 2300 دولار للأونصة، وصولا إلى 2280 دولار للأونصة، ربما يزور مستويات أقل من ذلك بعض الشيء، قرابة مستويات 2260 إلى 2240 دولار للأونصة قبل أن يبدأ عودة مجددة للاتجاه الصاعد، مع بدء فعليا الحديث عن تقليصات أسعار الفائدة أو اقتراب هذا الموعد بشكل كبير جدا. حتى الآن نحن فنيا عم نشوف الذهب متراجع قمم متتالية بالانخفاض، عم نشوفه في ضغط بالاتجاه الهابط، وربما العامل الرئيسي يعود إلى أنه في عندي الانستيتيوشنز أو المؤسساتيين والبنوك المركزية بدأت تقل فعليا مشترياتهم من الذهب بشكل كبير جدا، فهذا يسبب حركة تصحيحية. في نفس الوقت عندي قوة الدولار المتماسك أمام معظم العملات عم يضغط عندي على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط. نعم، في أسواق السلع كذلك تحديدا في أسواق النفط هناك بعض المعلومات تشير لتراجع في اكتشافات نفط الغاز عموما، إضافة إلى ذلك موضوع التوترات الجيوسياسية، كل ذلك كيف سيسهم في دعم أسعار النفط؟ هل من الممكن أن نرى 90 دولار من جديد؟
أصبحت صعبة بعض الشيء عبد العزيز. نحن عم نشوف عديد من العوامل التي كانت تساهم بضغط أسعار النفط والاتجاه الصاعد بدأت تقل تدريجيا، حتى التوترات الجيوسياسية بدأت تقل تأثيرها خلينا نقول بشكل كبير جدا. يوجد وفرة بالمعروض في نفس الوقت، وإن كان الطلب في تحسن، في عندي أنا كمان مجموعة من العوامل الرئيسية المرتبطة بانتخابات، ربما هل يوجد هناك عوامل أخرى. أنت عم تتحدث على انخفاض الاكتشافات الجديدة، في نفس الوقت التوجه نحو الطاقة البديلة والطاقة الخضراء عم بيكون أكثر وأكثر، والاستثمارات في ذلك الاتجاه عم بتكون أكثر. هذا لا يعني هبوط حاد في أسعار النفط، ولكن على الأقل تمسكها بهذه المستويات يعتبر بحد ذاته إيجابي لأسعار النفط. ربما تميل أكثر إلى هبوط في النصف الثاني من هذا العام مع وصولنا فعليا لذروة الطلب في السوق مع بدء موسم العطلات وما إلى ذلك. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.